صباح الخير يا كيجي. احنا النهارده هناخد حرف الدال اسمه حرف الدال. حرف الدال، حرف الدال من الحروف اللسويه، لازم نطلع طرف لساننا احنا بننطقها. دال ذا ذا ذال. حرف الدال اخد حرف قبل كده خدناه حرف الدال، بس هو عنده نقطه وقال لي اقول لاصحابي الحلوين ان احنا نطلع طرف لساننا احنا بننطقها. يقول دال ذا ذا ذال. ذال ذيل، ذال ذيل. نكتب كلمة ذيل، ذا يا لام. حرف الذال، ذا ذيل. وهنا عندي ذرة، ذو را ها ذرة. وحرف الذال من حروف القطع، احنا خدنا حروف القطع، حروف القطع ستة، حروف القطع ستة. حرف الألف وحرف الواو وحروف النص دال وذال وراء وزال. هنلاقي حرف الدال من حروف القطع. حروف القطع تمسك الحرف اللي قبلها، لكن ما عندهاش ايه تمسك الحرف اللي بعدها. يبقى مع بعض حروف القطع الالف والواو والدال والذال والراء والذال والزال. يبقى حرف الدال من حروف القطع. يلا مع بعض، ذا ذيل، ذا ذيل. ذو ذرة، ذو ذرة. يلا نعرف كتابنا. هنشوف هنا في فلاح وابنه عايزين يزرعوا الارض بتاعتهم. زرعوها ايه؟ ذال، ذو ذرة، ذو ذرة اهو، ذو ذرة. وشفنا هنا ايه؟ ذي ذئب، ذي ذئب. احنا هنلون حرف الذال اللي في الذرة. يلا مع بعض، هنا ينفع نلون حرف السين؟ لا. ينفع نلون حرف الراء؟ لا. حرفنا النهارده هو حرف الذال، ذال ذرة. هنلون حرف الذال هو الذرة. نشوف النشاط اللي بعده. هنا هنحط علامة صح على صوت حرف الذال في الصور دي. ذال ذئب. يلا نقول مع بعض، ذ ذ ذال ذئب. أول صورة ذئب، ذال أولها إيه؟ حرف الذال. ذي ذراع، ذي ذراع برضه فيها حرف الذال، يبقى الذئب والذراع. هنعمل صح على الذئب والذراع. فو فرشاة، ينفع نعمل صح على حرف على صورة فرشاة؟ لا، هنا أولها حرف الفو مش الذال. ذو ذرة، ذو ذرة. نعمل علامة صح، هنا أولها حرف صوت حرف إيه؟ الذال. ذرة. بالونة، ينفع نعمل على بالونة؟ لا، يبقى هنعمل إيه؟ ذال ذئب، ذي ذراع، ذو ذرة. دول أصحاب حرف إيه؟ الذال. ننزل تحت، هنوصل صوت حرف الذال بالصور بتاعته. هنا عندي أربع حركات، حركات القصيرة، ذا ذي ذو أل السكون. فتحة يلا، ذا يلا مع بعض، ذا ذي ذو أل، ذا ذي ذو أل. كل حرف صوت من هنا، كل حركة فتحة وكسر وسكون أو ضمة هياخد صورتين أو صورة. هنا هنقول ذا، ذا ذقن، ذقن هي اللي عامله عليها سهم، ذقن. وذا ذيل، يبقى هنوصل ذا ذقن وذا ذيل. ذي، ذي ذئب، ذي ذئب. هتاخد صورة تانية، ذي ذراع. ذو، هتاخد صورة واحدة، لا هتاخد صورتين، ذو ذرة وذو ذبابة. يبقى هتاخد صورتين، ذو ذرة وذو ذبابة. أذ، أذ، جذر، جذر. هتاخد صورة واحدة سكون. هننزل تحت هنلاقي نشاط الكلمة وضعها في الحرف في الكلمة. هنشوف حرف الذال وضعه في الكلمة أول أو وسط أو آخر. هنا ذئب، نقولها مع بعض، ذئب، ذئب. هنا أول الكلمة، ذي، ذئب، ذقن، ذقن. أول الكلمة وضعها هنا فين؟ أول الكلمة، أذن، أو، ذ، ذ، ذ. هنا وسط الكلمة، أذن، وسط الكلمة. هننزل تحت نشوف حرف الذال في الكلمات ونعمل عليه دايما. أول كلمة معايا ايه؟ ذرة، ذو ذرة. أول الكلمة، ذو ذرة. أول الكلمة، جذر، جذر. وسط الكلمة، جذر، وسط الكلمة. قنفذ، قنفذ، وسط آخر الكلمة.
اخر الكلمه. وقلنا حرف الذال من الحروف النسويه بيقعد اي عصب نص دايره اعلى عصب وفوق راسه ايه هنحط له نقطه زي حرف الدال نص دايره اعلى عصب وفوق راسه ايه نقطه هنكتبه ونمشي عليه ونكتبه نص دايره نبتدي من النقطه الحمراء وننزل نكتبه يقعد على السطح نص دايره اعلى على السطح وفوق راسه ايه نقطه ولازم نحط النقطه يا اصحابي عشان لو ما حطيناش النقطه هيبقى حرف الدال. يلا نكون الكلمات هنا نكون الكلمات هنا جايب لي كلمه كلمه ذقن عامل لي سهم عليها دي ايه ذقن اول حرف نطقه ايه حرف الذال ذات ذقن يبقى هنكتب الذات ينفع تمسك الحرف اللي وراها؟ لا لان هو من حروف القطف ما يمسكش الحرف اللي وراه. او تاني حرف ذق ق ق قاف قاف عليها ايه سكون اق اق ذق ن ن بعد كده النون كمل لي كلمه ايه ذقن. هنا الصوره الثانيه دي ايه اذن او اذن اول حرف نطقته ايه او هنزلها تبقى اول الكلمه اذن ذ ذ ذ ثاني حرف وحرف الذال اذن ن ن تاني حرف وحرف النون يبقى كده احنا كونا ذقن واذن وقلنا ان حرف الذال بيبقى قاعد على السطح زي حرف الدال حرف الذال زي حرف الدال يبقى نص دايره قاعد على السطح بس فوق راسه نقطه كده يبقى احنا خدنا حرف الذال ويا رب تكونوا استفدتوا معانا شكرا لكم.